وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، يقول للناس شوفوا كتابي، فرح يفرح به يوريها الناس، ها أمقرأ كتابي إني ظننت، يعني أيقنت، معنى ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي، يعني في الدنيا ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي فاستعديت لذلك. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الأول فرح وراه الناس، وهذا يقول ليتي ما شفت الكتاب، ليت ما رأيته من الهم والغم، ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية عن الموت، ليتي إني مت ولا جيت هنا ولا بعثت، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية في الدنيا، هلك عني سلطاني، يعني الحجة، ما له حجة، ما له حجة على الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا خذوه فغلوه، يقول الله للملائكة خذوه فغلوه إلى آخر الآيات. هذا مشهد من مشاهد القيامة في هذه السورة. نعم، وهو متكرر في القرآن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراء ظهره يعني يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره إهانة له، إهانة له والعياذ بالله. ولهذا يقولون إن بعض الطوائف الضالة إذا مات ميتهم يقطعون يده اليسرى، يقولون علشان إنه ما يلقى له يد يسرى يعطى كتابه بها، يعطى باليمنى، ما له إلا وحده، ما له إلا يد وحده. هي نعم.